وللحديث عن الاتفاقية الأمنية مع إيران وضغوطات طهران على الحكومة في بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور. حياكم الله أستاذ كاظم. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ كاظم. بداية، يعني رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقي كما تعلم يجدد اتهامه للسلطات في العراق بعدم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين. السؤال هنا، هل العراق برأيك مقصر في تنفيذ هذا الاتفاق، وما هو المطلوب من الجانب العراقي تنفيذه حتى ترضى عنه إيران؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة مشاهديكم الكرام. بالنسبة طبعا اتفاقيات، إذا صح التعبير، لابد أن يكون هناك ما بين الدولتين عن طريق الوزارة الخارجية وتعرض على البرلمان العراقي، وكل هذه الشروط لا تتوفر فيما يسمى اليوم بالاتفاقية، وهي بالمصطلح السياسي ليست هناك اتفاقية ما بين العراق وإيران، بل هناك ورقة تفاهم مشترك وقع عليها العراق بحسن نية وضمن حسن الجوار، منطلقا من دستور العراقي أن العراق يلتزم بالحسن الجوار وعدم تدخل بالشؤون الداخلية لبلدان المجاورة للعراق، وأن لا يسمح أن يكون أراضي العراقية منطلقا لضرب مصالح الدول الجوار. فإذا لابد أن نعتمد على هذه المعايير، وأن يكون بالمثل أن احترام من إيران للسيادة العراقية وبقرارات العراقية السيادية على أراضيها، وعلى ما يأويه العراق إذا كانوا لاجئين على أراضي العراقية، وعدم تعدي أو تدخل السافر من خلال بيانات ويعني فرض شروط أمنية وكذلك يعني سياسية على العراق عبر يعني اتخاذ ذريعة أن العراق وإيران لديهما اتفاقية بهذا الصدد. العراق كان لديه وفي كردستان العراق جادان بتنفيذ ورقة بنود ورقة تفاهم المشترك ما بين الطرفين، وفعلا قد فعل ما كان موجود على ورقة الاتفاق ما بين الطرفين، وهناك عمل جاري ومستمر في تنفيذ هكذا التوجهات. والخارجية الإيرانية حتى يوم 19 من هذا الشهر كانت راضية ولديها يعني لجان مشتركة مع العراق وإقليم كردستان العراق، ولكن اليوم تظهر على لسان هيئة رئيس الأركان هكذا تصريحات مفاجئة يدل فيها دلالات أمنية خطيرة. في الواقع لابد أن يتخذ بالمثل تدابير أمنية من قبل الحكومة العراقية وبتدخل الأممي في هذا الشأن. طيب، أداء حكومة السودان كيف تراه؟ البعض وصف هذا الأداء ويعني الطريقة التي يفاوض فيها الجانب الإيراني بالاستجداء. طبعا الحكومة العراقية اليوم، بما أنه هذه المسألة فيها جنب يعني لجوء سياسي قديم للمعارضة الإيرانية منذ أكثر من 40 سنة، حتى قبيل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران منذ زمن شاه هؤلاء موجودون يعني على الأراضي العراقية. فإذا الحكمة والمنطق السياسي واتباع القواعد وقوانين الدولية، كان لابد إشراك الأمم المتحدة في هذا المجال، وتكون أمم المتحدة واسطة ما بين العراق وإيران، وعدم الذهاب مباشرة بالتوقيع على هكذا ورقة اتفاق ما بين الدولتين، لأن هذه المسألة لا تخص العراق فقط بدرجة أساسية، بل تخص حتى المجتمع الدولي. العراق عضو في أمم المتحدة، عليها واجبات ولديها حقوق في ضمن أمم المتحدة،
فمن واجبات التي يقع على العراق في مسائل يعني اللجوء وإلى آخرها لابد أن يكون الأمم المتحدة دور في هذا الأمر. فأنا برأيي الشخصي عندما ذهب العراق يعني بشكل مباشر إلى إيران أكيد قدم بعض التنازلات في هذا المجال، واليوم لابد أن يكون هناك استدراك لها ما وقع ما بين الطرفين وإشراك الأمم المتحدة كي لا نفاجأ بما يعني بأمور خطيرة مثل ما كانت في العام الماضي وما قبله من ضربات صاروخية استباقية من قبل إيران إلى يعني مناطق سكان آمنة في أربيل ومشارف أربيل وحتى مناطق أخرى. نعم، يعني أستاذ كاظم، ألم يفت الوقت بعد على إشراك الأمم المتحدة؟ هل هناك وقت كافي؟ في يعني في علاقات الدولية هناك لا يزال يعني وقت في هذا المجال. لدينا وزارة باسم خارجية لديها اتصالات مباشرة مع الأمم المتحدة. نعم أستاذ كاظم، نتحدث هنا عن تهديد إيراني بتنفيذ اجتياح. نعم، نحن كذلك يعني نحس بهذا الأمر ونشعر بخطر كبير يهدد السيادة العراقية، ولربما يكون تداعيات جدا خطيرة لا نعلم ماذا تفكر به إيران. والكل يعلم أن أي اجتياح عسكري له بدايات ولكن ليس له نهايات يعني معلومة، بل تكون هناك أمور في عشوائية وفي تخبط ولا ندري كيف تكون هناك مضاعفات. ولا ننسى الجميع يعني المنطقة ليست متعلقة اليوم هذه التهديدات بالحالة العراقية، بل هناك بعض المصالح إيرانية وحلفاء إيران في سوريا، ما يجري في دير الزور ومناطق أخرى وولايات المتحدة الأمريكية وحالة التركية وسوريا. كل هذه الأوراق هي يعني في مفاوضات وضغوط متبادلة ما بين أطراف الدولية. إذا العراق لابد أن يتخذ خطوات جادة في هذا المجال وأن يشرك أمم المتحدة في هذا المجال لكي ننقذ السيادة الوطنية وننقذ مصالح الشعب العراقي من الخطر الإيراني. نعم أستاذ كاظم، هناك من يسأل الحكومة العراقية كيف أقحمت نفسها في هذا الاتفاق وهي غير قادرة على تقديم ضمانات فعلية للمعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في مناطق العراق من عدم استهدافهم من قبل الجانب الإيراني بعد تسليمهم للسلاح. طبعا الحكومة العراقية نحن اطلعنا على بنود ورقة التفاهم ما بين الطرفين، كانت فيها إبعاد بعد نزع السلاح من المعارضة وإبعادهم إلى عمق أكثر من 40 إلى 45 كيلومتر وبإشراف الأمم المتحدة. هذا الذي كان موجود وهذا الذي حصل ويحصل اليوم، يعني الأمور سارية في هذا المجال. ولكن ما يعني هذا التصريح اليوم التصريح الخطير يريد أمور أخرى، يعني غير العراق قادر على تنفيذ هذه الأمور، بل فيها تدخل على السيادة العراقية كما ذكرت منذ البداية. هذا الأمر فيها جنب اللجوء السياسي، الجنب اللجوء السياسي لا يتوقف فقط على العراق أو على إيران، بل لابد أن تكون هناك شأن دولي أمم متحدة. فهؤلاء بما أن لديهم لجوء سياسي فعراق لا يستطيع أن يخرج هؤلاء عنوة من الأراضي العراقية، فهذا الشيء لا يتطابق مع ما جرى مع مجاهدي الخلق عندما كانوا لاجئين يعني يحملون السلاح الثقيل في العراق. فعراق لديه أوراق حسن نية تجاه إيران وقد فعل مع مجاهدي الخلق، وكذلك يفعل بما هو مطلوب مع المعارضة الكردية الإيرانية، ولكن ضمن القواعد وما يرسمه يعني قواعد الدولية
العراق كذلك دولة يعني لديها سيادة، لابد أن أولا يحترم سيادتها، وكذلك يفرض هذا الاحترام على المقابل أن يكون بالمثل هناك السيادة احترام متبادلة. طيب ما بين الطرفين. أستاذ كاظم، هل ترى إيران يعني صادقة بما تطالب به من إبعاد هذه الأحزاب عن الحدود معها، أم أن وراء الأكمة ما وراءها كما يقال، وتحاول الضغط لربما على العراق أو من خلال العراق على الأمم المتحدة لتقوية أوراقها في ملفات ما؟ طبعا بطبيعة الحال يعني كل دولة لديها استراتيجيات وسياسات ومصالح، تحاول أي أن تجد نقطة ضعف هنا وهناك لكي تستغل وتنفذ كل هذه الاستراتيجيات التي لديها. مثلا في هذه المسألة، إيران عام الماضي وما قبله عندما قصف مناطق يعني سكنية في أربيل، بما أن الإيرانيين هم قدموا يقولون أن هناك معسكرات على الحدود العراقية والإيرانية، إذن لماذا في العام الماضي لم يستهدفوا مباشرة تلك المعسكرات وينهوا هذه المعسكرات؟ لماذا قصف داخل عمق محافظة أربيل ويعني هدد مصالح الشعب العراقي في أربيل ومشارف أربيل حتى مشارف كركوك؟ فإذا هناك طبعا هكذا سياسات وهكذا أجندات ربما إيران تعبر عنها بسياسات أخرى. على أي حال، نحن يهمنا في العراق أن حكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق أن يحافظا على السيادة العراقية ويحافظوا على مصالح الشعب العراقي أيا كان، في البصرة، في أربيل، في زاخو، في فاو، في أنبار، كلها أراضي عراقية تخضع إلى يعني السلطة الاتحادية والدستور العراقي. وحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق جادتان وتعهدا بتنفيذ ما ورد في ورقة التفاهم المشترك ما بين الطرفين، ونفذتا بشكل يعني حتى الجانب وزارة الخارجية الإيرانية لم تصرح عن العراق لم تنفذ، وهي كانت ضمن اللجنة في هذه متابعة هذا الأمر، ولكن أن تخرج تصريحات من القيادة العسكرية فهذه يعني أكيد فيها دلالات أمور أخرى، يعني اجتياح عسكري أو ضرب مصالح عراقية أو لتهديد جهة معينة. ولكن مع الأسف الشديد بعث الرسائل لتلك الجهات الدولية عن طريق الأراضي العراقية. يعني أمام هذا الإسراع والهرولة من قبل حكومة السودان كما يصفها البعض لتنفيذ الاتفاق قبل المهلة الإيرانية، هناك كما تعلم اتفاقات أمنية مع الجانب التركي أيضا، ولكن ما تفسيرك لتجميد تنفيذ هذه الاتفاقيات الأمنية مع تركيا مقابل الإسراع والهرولة كما ذكرنا في تنفيذ اتفاقيات الحكومة مع إيران؟ نعم، وهنا يعني معضلة كبيرة، يعني لابد أن يكون لدينا مصداقية بالتعامل مع اتفاقيات الدولية، خاصة أن الاتفاقية مع تركيا اتفاقيات دولية مصادق عليها ويعني ينفذها الطرفان بشكل لابد أن ينفذهما بشكل صحيح، لأن مصالح الأمن القومي التركي والعراقي متوقف على تنفيذ هكذا الاتفاقيات. مع ذلك لا نجد هكذا يعني تبادل في التنفيذ هكذا اتفاقيات وتساوي والنظرة المتساوية في مصالح العراق باتجاه إيران وباتجاه تركيا وباتجاه الدول الأخرى، فلا بد أن يكون هناك مساواة. وحتى أن يعني هناك فرق ما بين المعارضة الإيرانية الكردية الإيرانية ومعارضة التركية الكردية، يعني حزب العمال الكردستاني يعني الكل يعلم أنها حزب حتى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يصنفها يعني في قائمة الإرهاب. نعم، سريعا أستاذ كاظم، يعني ما سبب وجود فرق في التنفيذ سريعا؟
يعني السبب هي مصالح ونفوذ هذه الدول أكيد. وإذا سألتني بشكل صريح أي المصالح، من يقدم؟ يعني الجانب التركي لديه مصالح مع العراق أكثر أم الجانب الإيراني مع العراق؟ هذا السؤال نطرحها أنا وأنت على الشعب العراقي، هم يعني يجيبوا على هذا السؤال. إذن كنت ضيفا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.